بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في رحاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرام. في هذا الفيديو إن شاء الله سنستعرض استخدام مايكروسوفت تيمز من الهاتف. أول خطوة نفتح مايكروسوفت تيمز، ومن ثم نختار أو نكتب جديد اسم المستخدم وكلمة المرور في سجل الدخول بحساب الكلية أو الجامعة. نضغط على تسجيل الدخول، ومن ثم ننتظر. بعد أول عملية دخول سيعطينا الهاتف بعض الإشعارات، منها تشغيل الميكروفون. نضغط على حسنا، تظهر لنا أيقونات بالأسفل، أيقونة النشاط والدردشة والفرق والواجبات والمزيد. هنا نختار أيقونة الفرق والتي تهمنا كثيرا، وهي المواد التي يدرسها الطالب. هنا مثال مادة Database for Small Business ومادة E-Commerce. مثلا هذا الأستاذ سالم أرسل بعض التسجيلات للطلبة لكي يفتحوها، وأيضا في مادة الإي كوميرس هنا بعض الاجتماعات والردود والمودل. في المودل بإمكانك تدخل على المودل من زر المودل. شكرا جزيلا لكم على إصغائكم، وجزاكم الله خيرا.